هوا صباح الخير على كل متابعي ومشاهدي صدى البلد، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا النهارده هناخد حضراتكم كده عشان نتابع بدء اول امتحان ان شاء الله لامتحان الثانويه العامه. طبعا النهارده الناس زي ما احنا ما شايفين كده قدامنا، لو امير يجيب لنا الطلبه، طبعا جايين على اتم استعداد في اجراءات احترازيه مشدده، ما ينفعش طبعا اي حد يخش من غير الكمامه. طبعا اجراءات مشدده جدا هنا، طبعا رجال الشرطه بيحاولوا طبعا بقدر الامكان ان هم يعني يسيروا المرور عشان ما يبقاش في ازمه مروريه قدام المدارس اللي بيكون فيها الامتحانات بتاعت الثانويه العامه. طبعا احنا هنا مع حضراتكم دلوقتي قدام مدرسه جمال عبد الناصر هنا في شارع الثوره. طبعا النهارده زي ما كنا بنوضح كده من شويه ان امتحان الدين والتربيه الوطنيه، طبعا وسط اجراءات احترازيه مشدده جدا جدا جدا. وبنحب طبعا ننوه ان ما ينفعش حد يجي بالموبايلات، ده كده قرار طالع، ما فيش حد ينفع يجي بالموبايلات. تمام، يمكن لو الصوره كده واضحه قدامنا. طبعا رجال الشرطه طبعا يعني هنا ورجال المرور طبعا من ناحيه التامين ومن ناحيه تسيير المرور وعشان ما يكونش في تكدس مرور قدام المدارس. ان شاء الله طبعا بنتمنى التوفيق لكل الطلبه باذن الله، وان شاء الله كده الامتحانات تيجي سهله ان شاء الله. يعني بس ايه، كل واحد كده يعني يبقى مذاكر بقى كده وهادي داخل الامتحان، هادي يكون واخد راحته في النوم، محدش يقول انا هذاكر بقى ليله الامتحان وهطبق، لان ده طبعا يعني هيأثر عليه في الامتحانات. بنتمنى ان شاء الله طبعا التوفيق لكل الطلبه، ويا رب ان شاء الله يعني الامتحانات السنه دي تيجي يعني سهله باذن الله، وبالتوفيق والنجاح لكل الطلبه والطالبات.
طبعا زي ما احنا ما شايفين كده يعني المرور اهو، يعني يمكن ما كناش بنشوف ده قبل كده، كان بيبقى فيه تكدس شديد، ولكن النهارده الحقيقه حتى رحنا اكتر من مدرسه قبل ما نطلع على الهواء، لا يعني في انتشار لرجال الشرطه في اكتر من زاويه في كل مدرسه، من ناحيه زي ما وضحت التامين، ومن ناحيه تسيير المرور، وطبعا عشان يكون في سيوله مروريه. وطبعا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده من شويه، ما ينفعش حد يخش اللجنه من غير كمامه. ما ينفعش حد يخش اللجنه من غير كمامه، طبعا بيكون في تفتيش، وبنحب ناكد ان لازم يا جماعه الناس ما حدش يبقى معاها تليفونات وهي داخله اللجنه. لان زي ما وضحت لحضراتكم رحنا اكتر من لجنه الصبح قبل ما نبدا الهوا، رحنا اكتر من لجنه وكان فيها مشاكل كتير، ان في ناس جايه بموبايلاتها، وممنوع طبعا ده، يعني ان حد يخش اللجنه بالموبايل ده ممنوع. فطبعا بنحب ناكد وننوه ان الموبايلات يا جماعه ممنوعه منعا باتا، الكمامات مهمه، الاجراءات الاحترازيه مهمه. طبعا يعني زي ما احنا شايفين لو امير كده ايه يجيب معانا كده الشارع، ويجيب معانا برضو الدخول بتاع الطلبة. احنا هنا زي ما وضحت كده لحضراتكم من امام مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية في شارع الثورة في المهندسين او في الدقي. وطبعا يعني زي ما احنا ما كنا لسه بنقول، يعني ايه مش عايزين يا جماعه الناس تبقى قلقانه من موضوع الثانويه العامه وبتاع ومش عارف ايه، يعني هو امتحان زي اي امتحان يعني. فان شاء الله طبعا بالتوفيق والنجاح يا رب للجميع، وان شاء الله الامتحانات كلها تيجي سهله باذن الله، وهو امتحان زي كل الامتحانات. ويمكن يعني ايه خليني برضو اخد حضراتكم كده لأكتر من حد قال أكتر من نصيحة. طبعا يعني أساتذة الطب النفسي عموما بشكل عام كانوا يمكن الكام يوم اللي فاتوا أكتر من حد كان بيقول وبيأكد إن القلق الزيادة هيأدي كده كده لإن الناس تنسى المعلومات. فمن الآخر كده زي ما بنقول يعني إيه اللي ذاكر ذاكر يعني، ولكن خليك كده إيه هادي وخليك طبيعي. لازم تنام بدري ليلة الامتحان، بلاش السهر، بلاش حد يقول أنا هطبق ليلة الامتحان، يعني الكلام ده بيأثر بالسلب مش بالإيجاب. فخلاص انت ذاكرت ان شاء الله باذن الله، لازم تاخد راحتك كده في النوم. يعني ان شاء الله الامتحانات عايزين بقى يعني ايه نخلص من شبح الثانويه العامه. خلاص المفروض ان ده يعني ما يبقاش موجود دلوقتي، خلاص يعني احنا المفروض دلوقتي امتحان زي اي امتحان. خليكوا كده ايه يعني توكلوا على الله كده ان شاء الله، وباذن الله يا رب باذن الله الامتحانات كلها هتيجي سهله ان شاء الله باذن الله، وبالنجاح والتوفيق يا رب لكل الناس. وطبعا دلوقتي اهو يعني خلاص احنا بنتكلم في قد ايه، بنتكلم في يعني خلاص دقائق معدوده وتبدا الامتحانات. كده خلاص الطلبة، يمكن كده لو أمير يجيب لنا كده الصورة من ورايا، الطلبة كده خلاص دخلوا. هنعدي بس الشارع عشان برضو إيه تبقوا معانا لحظة بلحظة، وكأنكم بالظبط معانا قدام لجان الامتحان.
طبعا هنا هو يعني التأمينات زي ما وضحنا في كل مكان، انتشار واسع جدا من رجال الداخلية. طبعا بنتكلم على التأمين اللي عند المدارس، بنتكلم على التأمينات اللي حوالين المحيط بتاع كل المدارس، بنتكلم طبعا على الكمائن الثابتة، الكمائن المتحركة، الدوريات الشرطة اللي بتلف، الناس تطمن خالص. الحمد لله بلدنا بلد الأمن والأمان، الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. طبعا هنا أنا شايف أولياء الأمور يعني إيه نوعا ما قلقانين، مع ان النهارده يعني الامتحانات الخفيفه ده اللي هو بنقول ايه داخلين نسخن لسه يعني، ولكن ان شاء الله باذن الله السنه دي يكون وتكون الامتحانات ان شاء الله باذن الله سهله، تكون الامتحانات بسيطه، امتحان زي اي امتحان. عايزين بقى ننتهي ونخلص من شبح الثانويه العامه. يعني يمكن كده لو امير جيب كده للساده المشاهدين أولياء الأمور وهم منتظرين كده، طبعا القلق باين عليهم، ولكن عايزين نخلص بقى من شبح الثانوية العامة خلاص يا جماعة. امتحان زي أي امتحان بقى إن شاء الله بإذن الله، يعني إن شاء الله يا رب بالتوفيق والنجاح يا رب للجميع. كده خلاص انا اعتقد يعني ان ثواني معدودة والطلبة يبدأوا الامتحانات. هو دلوقتي بالفعل الطلبة دخلوا اللجان، الطلبة دلوقتي طبعا زمانهم بقى ايه خلاص استلموا الورق. احنا بنتكلم خلاص يعني ممكن يعني ثواني معدودة ويكون الامتحان ان شاء الله بدأ. هو ان شاء الله هيبدأ من الساعة 9 للساعة 10:30، وبعدين في نص ساعة راحة، وبعد كده إن شاء الله من الساعة 11 للساعة 12:30 بإذن الله. بنتمنى طبعا يا رب التوفيق والنجاح لكل الطلب والطالبات. حبينا بس إن احنا نكون مع حضراتكم كده لحظة بلحظة وكأنكم جوه يعني قلب الحدث، مش قلب، لا انتوا كأنكم جوه قلب الحدث ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق والنجاح. وكده خلاص زي ما احنا ما شايفين الطلبة كده دخلوا اللجان، الحمد لله السيولة المرورية هنا تمام. طبعا يمكن كان في اكتر من حد كان بيبقى خايف بقى، طب اللي معاه موبايل اللي مش عارف ايه. هو طبعا النهارده هو كده كده في كل الاحوال ممنوع الموبايلات، ولكن اللي كان معاه موبايل يعني جوه بيتاخد منه، وطبعا بيتم تسليمه التليفون بعد الامتحان. ولكن ادينا بنأكد وننوه ان محدش يجي يا جماعه بالموبايل، ممنوع دخول الموبايلات اللجان. بس كده دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم لاول يوم امتحانات الثانوية العامة. بشكر حضراتكم جدا على متابعتكم لقناتكم صدى البلد، وان شاء الله بإذن الله نبقى متابعين كده معاكم كل حدث ان شاء الله لحظة بلحظة. وصباحكم ان شاء الله كده جميل بإذن الله، وادي كده اللجان، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع.